بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا شرح جديد هنوضح فيه الفرق بين الشاشات الأصلية في أجهزة سامسونج وشاشات الكوبي المنتشرة في محلات الصيانة ومحلات قطع الغيار. الموضوع ده مهم ومفيد للناس اللي شغالة في الصيانة ومفيد للناس العادية اللي جهازهم بيتكسر وبيروح لمحل الصيانة غيروه ومبقاش عارفين ايه الفرق ما بين الشاشة الأصلية والشاشة الكوبي أو التقليد. من خلال الفيديو ده هتعرف كل الخصائص وكل مميزات الشاشة الأصلية عن الشاشة الكوبي المش كويسة بشكل كتير جدا جدا. تابع الفيديو للآخر هتعرف كل اللي احنا بنتكلم فيه، كل العيوب اللي موجودة في الشاشات دي. الحقيقة احنا بنرمي فلوسنا لما بنركب شاشة مش أصلية. الشاشة الأصلية سعرها ضعف الشاشة الكوبي تقريبا، يعني لو الشاشة الكوبي 500 جنيه الشاشة الأصلية بتبقى 1000 جنيه وهكذا. دي الشاشة الأصلية لجهاز جي 3 2016 زي ما احنا شايفين مع بعض. دي نوع الشاشة ده السوبر أموليد. الناس اللي مش عارفة السوبر أموليد، السوبر أموليد اللي هو تقنية طورتها شركة سامسونج، وهي بتعتمد على أورجانيك ماتيريالز. لما بتتعرض لتيار كهربي بتبتدي البكسلات تنور. دي الشاشة الكوبي لنفس الجهاز جي 3 2016. لما نفككها هيبان لنا المفاجأة اللي الناس، في ناس كتير مش عارفاها وناس في الصيانة كتير مش عارفينها، ان الشاشة دي LCD مش سوبر أموليد. LCD بتعتمد على اضاءة خلفية وبتعتمد على فلاتر وعواكس للاضاءة دي عشان تعكس الضوء للبكسلات، فبالتالي الشاشة تنور وسطوحها يبقى مناسب وانت شايف اللي الصور. فالليدات الموجودة، صف الليدات الموجود فوق ده، ده صف الليدات الموجودة في الشاشات الكوبي. وطبعا في مشاكل كبيرة جدا جدا نتيجة تركيب الشاشات دي على اجهزتنا. هنوضح لكم في الفيديو الجاي او في اللقطة اللي جاية تجربة عملية لتركيب الشاشة دي على البوردة او جهاز جي 3 2016. خليكم معنا. زي ما قلنا ان الشاشات السوبر اموليد بتعتمد على ان احنا لما بنمرر تيار كهربي في الأورجانيك ماتيريالز اللي متصنع منها الشاشات دي بتنعكس على الليدات وبتبتدي تنور، على العكس تماما في ال LCD اللي هو النوع التقليد ده، ان الإضاءة الشاشة بتستمد الإضاءة بتاعتها من لمبات ليد متركبة صف الليدات اللي متركب فوق ده. فبالتالي احنا بنفاجئ ان احنا بعد ما نركب الشاشة دي الشاشة بتسخن طول الوقت، لان احنا لما بنشغلها لفترة 3 4 دقايق بتبتدي اللمبات دي تأثر كأنك قاعد جنب لمبة في البيت، الشاشة بتسخن جدا. حاجة تانية مهمة جدا ان احنا بنلاحظها على طول او بنركب الشاشة دي، ان الاضاءة ما بتعلاش وتوطى. فحتى المصطلح بقى مشهور في محلات قطع الغيار، الاضاءة اللي ما بتعلاش وتوطى، الشاشة الاضاءة فيها ما بتعلاش وتوطى. فنبقى واخدين بالنا ان احنا واحنا بنركب الجهاز ده او الشاشة دي على اجهزتنا السامسونج، نبقى عارفين ان الشاشة الاصلية حاجة والشاشة الكوبي حاجة تانية خالص، ونتحمل مشاكلها لو احنا قادرين نتحمل مشاكلها. الفرق ما بين ال LED وال IPS LED والشاشات السوبر اموليد، كونتراست في السوبر اموليد عالي جدا، الشاشات نحيفة فبالتالي الاجهزة بتبقى نحيفة. حتى بنلاحظ ان اجهزة سامسونج دايما بتبقى انحف من الانفينكس واللينوفو وتكنو وواوي وما الى ذلك. طبعا دي الفلاتر والعواكس اللي موجودة دي بتعكس الإضاءة على البكسلات فبتدي تنور. تمام. الشاشات دي التقليد دي تخانتها أعلى من الشاشات الأصلية، فبالتالي بتبقى بارزة عن الفريم بتاع الجهاز أو الهاوزنج بتاع الجهاز، فبالتالي السنسور بيشغل وزراير الباك وريسنت أبس متشتغلش، زي ما هنشوف برضو في أثناء التركيب إيه المشاكل اللي هتواجهنا وإيه الصعوبات اللي هتواجهنا في اللقطة الجاية. ومشاكل كتير الحقيقة، يعني ما مش ممكن. يعني احنا كده ركبنا الشاشة الأصلية السوبر أموليد في مكانها. عشان ننتقل لنقطة مهمة جدا جدا، وايه الفرق الجوهري ما بين الشاشتين الكوبي والأصلية. طبعا احنا شايفين الإطار بتاع الجهاز أو الهاوزنج عالي، يعني الشاشة، لان الشاشه نحيفه، الشاشه دي انحف من شاشه ال LCD الكوبي، تمام، او اللي مش اصليه.
فدي حاجة فرق جوهري. الموضوع ده بيخلي ايه؟ بيخلي ان احنا لما نركب الشاشة التقليد السنسور بتاع التقارب، سنسور التقارب او سنسور المكالمات ما بيشتغلش، وبالتالي اول ما بيجيلك مكالمة بيبقى الشاشة سودة، تمام؟ لان الشاشة بتبقى عاملة مسافة ما بينها وما بين السنسور، فبالتالي المسافة دي بتبقى عبارة عن اضاءة معتمة، فالسنسور بيحس، يعني السنسور بيفهم ان انت ايه قريب من الجهاز ده او انت مقربه لودنك. طبعا هنا مفيش حافة، طبعا ان الشاشة شاشة تخينة، شاشة سميكة، الشاشة دي سمكتها اعلى من شاشة السوبر امولد بحوالي 1 ملي، انا قستها، تمام؟ فدي النقطة الجوهرية، النقطة الاساسية في الشاشتين، وده بيخلي الباك والريسنت ابس ازرار التحكم السفليه بتاعه الجهاز ما تشتغلش كمان، لان بيبقى في مسافه، ولو حاولت تضغط، طبعا تجربه عمليه، لو حاولنا نضغط على المنطقه دي، المنطقه دي تحتها فاضي، مفيش تحتها حاجه، هتتكسر، تمام؟ حاول نضغط عليها، لان احنا طبعا بنضطر نضغط عشان السنسور يشتغل، عشان نلزق الشاشه. وبالتالي نفس الوضع بينطبق على زرار التحكم السفلية بتاعت الباك وريسنت ابس، تمام؟ في نهاية الفيديو بنتمنى ان نكون اضفنا لكم معلومة جديدة، والخلاصة ان احنا لازم نركب الشاشة الاصلية حتى لو بضعف الثمن، طبعا عشان نتجنب كل المشاكل دي ومنخسرش فلوسنا على الفاضي. ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب، والى اللقاء في شرح جديد، وشكرا لكم جزيلا.